الوطني للأحرار بمبادرة من الأخ عزيز أخ منوش، قام في خطوة استباقية مباشرة بعد دعوة جلالة الملك محمد السادس لكل الحساسيات الوطنية للإسهام في إثراء النموذج التنموي. إذن بادر إلى تقديم عرض سياسي اجتماعي اقتصادي هو مسار الثقة، وتمت بلورة هذه المساهمة بعد نقاش مجتمعي عميق في مختلف مدن وقرى المغرب في تنظيمات الحزب والاستماع لإسهامات المواطنين والمواطنات والاستعانة بكثير من الطاقة والقدرات العلمية. كان من الممكن أن تتم صياغة هذا العرض السياسي في قيادة الحزب في الرباط، ولكن المنهجية غيرنا وقلنا لابد أن يتواضع السياسيون والأحزاب وأن يستمعوا لعموم الناس. الخلاصة كانت هي محاولة ديال التوفيق بين أولوية معالجة الهشاشة الاجتماعية وكل أشكال العجز الاجتماعي من خلال مداخل أساسية هي التربية والصحة العمومية والتشغيل، وأيضا إعطاء المبادرة الخاصة والمقاولة الوطنية ودعم الاستثمار ما تستحق من عناية. وهذه التركيبة تنسجم تماما واعتماد المؤتمر الأخير للحزب على الديمقراطية المجتمعية كاختيار مذهبي يحاول أن يوازن بين الأبعاد الاجتماعية وبين إطلاق المبادرة الخاصة وتوفير المناخ الذي يمكنها من التألق في مبادرات ومشاريع استثمارية. اليوم الحمد لله البلاد غادا بواحد السرعة، ولكن كاين بعض الفصول في ذاك الدستور ديال 2011 اللي الحقيقة فيها نظر، إعادة النظر. مثلا عندنا الفصل اللي كيهضر على تشكيل الحكومة، عندنا الحزب الأول هو اللي خصو يشكل الحكومة. ما معنى الحزب الأول؟ هذا الحزب الأول ماشي معنى أنه غيجيب الأغلبية ديالو، إلا جاب الأغلبية ديالو ديمقراطية يعني جاب 51% ما فوق، إذا راه كيشكل الأغلبية ديالو حقه. ولكن حزب يجيب 20% ولا يجيب 19% وجا هو الاول، لان احنا عندنا تعدد الاحزاب، احزاب كثيره، صعيب على حزب باش يكون عنده اغلبيه ديالو بوحده، يمكن مجموعه الاحزاب تنازلات وتحالفات باش ما يوقعش واحد الازمه في البلاد. ولكن اليوم انا في نظري جاء الوقت باش هذا الفصل يتعدل. هذا اللقاء هذا يندرج في إطار الأنشطة التي تنظمها منظمة المحامين التجمعيين مساهمة منها في النقاش العمومي. كتعرفوا بأنه جلالة الملك خطب في أكتوبر 2017 واعتبر بأن النموذج التنموي التقليدي الحالي هو متجاوز، أصبح متجاوزا، وطالب آنذاك ببلورة نموذج تنموي جديد يستجيب لمطالب الشباب، يستجيب لمطالب الساكنة، يستجيب لمطالب المواطنين في المجال ديال الصحة، في التعليم، في التشغيل، وطالب الأحزاب السياسية والقوى السياسية ببلورة نموذج تنموي جديد. احنا في إطار هذا النقاش العمومي حنايا كنقولوا واش هذا الدستور ديال 2011 يمكنه، هل هناك إمكانية احتضان النموذج التنموي الذي نادى به صاحب جلالة، أم أنه يجب إدخال تعديلات دستورية على هذا الدستور حتى يستجيب إلى هذا النموذج المطلوب. يمتلكون على الشريعة ما يجمعنا، وأود أن يكون هذا واضحا لديكم، ما يجمعنا مع كثير من المشاريع هو البرنامج الحكومي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.